حياكم الله متابعين الكرام وين ما كنتم، معاكم علي جعفر. قبل فترة تكلمت عن إضاءة الأسن من أبرتشر B7C، ومن خلال استخدامي حق هالإضاءة قلت ليش ما يكون في لها شاحن إن الواحد يقدر يشحنها بدل أنه لازم يركبها على الهولدرات. هذه الشغلة. الشغلة الثانية قلت ليش ما يصير لها كت حال الأمسي، لأن هذه الإضاءة وايد مفيدة خصوصا إذا واحد بيطلع حق لوكيشنات. بعد فترة تفاجأت ان شركة ابي وورد دقوا عليه، شنو قالوا لي؟ قالوا لي ترى في عندنا الكت تبع البي 7C عبارة عن 8 لمبات. كل الشكر لشركة ابي وورد انهم اعطوني هذه الجنطة اللي عبارة عن كت كامل حق اضاءة البي 7C عشان نجربها. راح نبطل مع بعض الصندوق. هذه الجنطة وايد حلوة، هيفي ديوتي. المانيول، يا سلام، هذين اللي هم الثمان لمبات تبع بي 7C. اي داخل الكيبل، الفيوزات حق الجنطه، هذا ما ادري ايش يحطون على اساس يحفظ، ما ادري ايش سالفته، نرفزني. المهم، فهذه هي الجنطة من داخل، هذا هو السويتش اللي عشان أنا أقدر أشغل اللمبات. طبعاً إذا ضغطت بهالطريقة، بس لازم شوف واحد يكبس سوينها إنها ماسكة بشكل مضبوط عشان نرجع نركبها. بس مجرد إن نضغط ونفر، نضغط ونفر. طبعا مكان التركيب هني نقدر نركب الكابل ونوصله حق اي مصدر تيار كهربائي. هذه الجنطة تحتوي على 8 اضاءات من بي 7C، لهم اللمبات ان الواحد يستخدمهم. ما اعتقد ان الواحد راح يحتاج اكثر من هذه الاضاءات، لان اساسا انا من شريت 8 لمبات، لان الواحد عادة اذا بيحط داخل غرفة وعلى الاباجورات يعني بيوزع 4-5 ماكسيموم، لكن انا عندي 8 اضاءات، يعني انا عندي كيت كامل اقدر استخدمه في اي لوكيشن انا ابي. الشغلة الثانية، هذه الجنطة عبارة عن جنطة هيفي ديوتي، يعني حق التحذف وحق الطيحات وهذا، انها تتحمل الصدمات. الشغلة الثانية ان هذه الجنطة اقدر من خلالها ان انا اشحن هذه اللمبات، وانا اقدر ابرمجها واشبكها على الابلكيشن اللي خاص فيها من خلال الاب الموجود على الاجهزة الذكية واللي هو سيديوس لينك. لكن من خلال تجربتي حق هذه الجنطة ان ما فيها بلت ان بطارية، لان مجرد ما شلت البلاك من الكهرباء تسكروا اللمبات، فهذا يدل على ان هذه الجنطة ما فيها اي بلت ان بطارية. ومثل ما ذكرنا في الفيديو السابق ان نقدر نستخدم هذه اللمبات من غير لا نركبها على الهولدر. ليش؟ لان فيها بلت ان بطارية، لكن علشان نشحن هذه البطارية نحتاج ان نركبها على اي هولدر تبع اللمبات عشان تبدي تشحن البطارية اللي داخل اللمبة. واللي حاب يعرف تفاصيل اكثر عن هذه اللمبة يقدر يرجع حق الفيديو السابق ويشوفها بالكامل، لان شرحت فيه بالتفصيل شنو ميزة وفائدة اضاءة البي 7C. بالخلاصة هذا الكيت جدا مناسب حق الأشخاص اللي يحبون يأخذون هذه اللمبات معاهم ويطلعون ويصورون في لوكيشنات، لأن ما أعتقد تحتاج أكثر من هالعدد من اللمبات إلا إذا أنت عندك لوكيشن كبير، لكن جدا مناسب حق التصوير اللي يكون ميزانيته صغير. واللي حاب يضيف هذا الكيت حق مجموعته دش على رابط شركة AAB وتقدر تطلبه من عندهم. أتمنى الحلقة كانت وايد صغيرة وبسيطة عن الأنبوكسنج حق الأسند B7C الكيت الجديد مالهم. لا تنسون تسوون شير وسبسكرايب ولايك، ونشوفكم على خير في حلقات جديدة، ومع السلامة.